فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل النية داخلة في الجمع بين الوضوء والغسل من الجنابة؟ ما أدري إيش معنى السؤال، لكن الإنسان إذا كان عليه حدثان، حدث أكبر وأصغر، فإنه يتوضأ أولا ثم يغتسل، هذا هو الأفضل والأكمل. وإن اغتسل أولا ثم توضأ جاز، المهم أنه يتوضأ ويغتسل. وإن نواهما جميعا وأفاض الماء على جسمه ناويا رفع الحدثين أجزاء، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وتدخل الطهارة الصغرى في الطهارة الكبرى بالنية إذا نوى ذلك. نعم.